اليوم صار في امكان انتاج الحديد بشكل مستدام بشكل غير منتج يعني لثاني اكسيد الكربون. وثاني اكسيد الكربون هذا يتم التقاطه واستخدامه لتعزيز انتاج البترول. الى جانب المشروع هذا انا ذكرت كذلك مشروع تحويل النفايات الى طاقه. اليوم عندنا حوالي 300 ألف طن من النفايات البلديه راح يتم تحويلها الى طاقه بشكل مستدام، يتم التخلص منها بدون اي انبعاثات او اي اثر بيئي سلبي. الى جانب هذا طبعا مصدر من خلال ابتكارها في تكنولوجيات الطاقه المتجدده، دائما كنا قادرين على تخفيض سعر انتاج الكهرباء من خلال الطاقه المتجدده، دائما كنا قادرين على ايجاد حلول بالنسبه لشركائنا قد يعني تحل بعض المشاكل. طبعا مشاريع مثل مشروع مجمع الشيخ محمد بن راشد بسعه 800 ميجا وات اللي كان اقل سعر على مستوى العالم، المشروع هذا طبعا احدث مثل ما تقول حاب تحفيز بالنسبه للعالم. يعني مشاريع ثلاث المشروع كان دائما سعرها بنفس السعر او اقل حتى. مشاركتنا الحاليه في السعوديه بالمملكه العربيه السعوديه تم الاعلان خلال الايام الماضيه عن ان مصدر اتحاد مصدر وشركه دي دي اف قدموا اقل سعر. طبعا هذا كله يحفز السوق ان تطوير الاعمال بالنسبه لنا هو المشاركه في المناقصات اللي راح تطرح ان شاء الله في المنطقه. اهتمامنا الاولي طبعا هو عندنا منطقه الخليج والعالم العربي بشكل خاص. نحن قاعدين نشارك مناقصات كثيره، سابقا مثلا شاركنا مناقصه الطاقه الشمسيه في مجمع الشيخ محمد بن راشد وتوفقنا، وحاليا يعني شغالين على مشروع 800 ميجا وات في دبي، مشاركين كذلك في المملكه العربيه السعوديه باعتبارها اكبر سوق للطاقه المتجدده عندنا في المنطقه، كذلك نحن مشاركين في جمهوريه مصر العربيه بعده مناقصات ان شاء الله راح تنطرح خلال الشهور القادمه. واهتمامنا طبعا بشكل عام يعني المنطقه بشكل عام وبعض المناطق في اوروبا. في البحرين ما عندكم اي مشاركه؟ البحرين ان شاء الله في المناقصه الجايه اللي راح تنطرح نحن مطلعين ان شاء الله نشارك فيها.